اهلا بحضراتكم من جديد. ويمكن في البدايه كنت يعني قلت لحضراتكم ان هيكون معانا النهارده فريق الشباب للوتر بولو. الحقيقه اللي كان عندهم دوري 2000، دوري 2000 البطوله دي كان بقى لها 5 سنين ما اتعملتش، ولكن الاتحاد السباحه المره دي عملها، فالنادي الاهلي شارك بيها. الجميل انه شارك 2000 و2001 و2002 و2003، يعني لعيبه اعمار سنيه اصغر من السن المطلوب وشاركوا فيها، والنادي الاهلي الحقيقه استطاع الاسبوع اللي فات ان يفوز بهذه البطوله. نرحب في البدايه بنجوم المستقبل، ما هم مش مستقبل، هم نجوم دلوقتي ما شاء الله 19 20 سنه اصبحوا نجوم. معايا محمد حامد كابتن الفريق. اهلا بك يا كابتن محمد. اهلا بحضرتك، منورنا. والف مليون مبروك. الف مبروك، شكرا جدا. بنرحب بادهم صقر مدافع الفريق واحد طبعا النجوم اللي كان لهم دور كبير في الفوز. اهلا بك يا ادهم. اهلا بحضرتك، منورنا في قناه النادي الاهلي. يمكن اجي لك يا محمد، انت طبعا كابتن الفريق واكيد البطوله دي ما كانتش سهله، اكيد كان في منافسات، خاصه ان 2000 ده يعني منهم ناس كتير او مجموعه كبيره بتلعب في الدرجه الاولى، هتلاقي صح. يعني الملطشين في مستوى الدرجه الاولى. خلينا على البطوله والفرقه المشاركه وايه اصعبها. اتفضل يا كابتن. والله في الاول البطوله كانت صعبه جدا، يعني مش سهله خالص، عشان احنا بنلعب تحت 23، فالموضوع مش ناشئين يعني قوي، احنا يعتبر خلاص درجه اولى. فلا البطوله كانت صعبه، واحنا كنا عارفين انها تبقى صعبه، فاحنا كنا مجهزين من اول يوم، من بعد على طول ما خلصنا الكاس وخدناه يعني الحمد لله مع الدرجه الاولى. فبدانا على طول بعديها مثلا من ما فيش 5 ايام ولا حاجه، جمعنا بقى من 2000 بقى ايه فيما تحت لحد بقى 2005، يعني معانا فعلا معانا ناس اصغر 5 سنين من السن اللي بتلعب. خدنا لاعبين من 2005 شاركوا معانا بس، فجهزنا على طول مع كابتن وليد عزت وكابتن توفيق وكابتن سيف، كانوا هم اللي ماسكيننا يعني. قعدتوا قد ايه تتمرنوا قبل البطوله؟ بعد كاس مصر للكبار اللي احتفلنا بيه هنا في قناه الاهلي، ودخلنا بعد فتره كانت قد ايه من بعد كاس مصر لبدايه بطوله الدوري 23؟ بدانا مثلا كان اسبوعين مثلا، أسبوعين. حاجه زي كده. مش كبيره. لا ما كانتش كبيره خالص. لا بس احنا كنا بقى ايه مكثفين التمارين، يعني كان في بقى فتره صبح وبالليل، فكان في يعني كذا تمرين يعني. طب دخلتوا ماتشات كان شكلها ايه؟ يعني كلمني بقى بالبدايه، لعبتوا كام ماتش في الاسبوع؟ كان مين مجموعتكم في الاول؟ كلمني عشان برضو ايه. والله هي كانت مجموعتين. كانت مجموعتين في الاول، فلعبنا اول 3 ماتشات في الاسماعيليه، ودي اول مره نعملها يعني من فتره. ما لعبناش في الاسماعيليه بقى لنا في نادي اللي هو الهيئه. الهيئه اللي هو نادي الاسماعيلي يعني، او مش عارف يقولوا عليه. الهيئه دي اللي فيها برضو الصاله اللي بتلعب عليها دايما، يعني هي مجمع بالظبط. فاحنا كان اول مره نروح واول مره نلعب على الملعب ده، فايه بالنسبه لنا حاجه جديده طبعا. فلعبنا اول ملعب الصراحه محترم جدا يعني، حاجه شيك قوي يعني. فلعبنا اول ماتش كان مع الصيد، وبعد كده كان 3 ماتشات ورا بعض، يعني كان خميس جمعه سبت 3 ورا بعض. جهاد عليكم يا جماعه. يعني كده طبعا كابتن وليد كان قايل لنا ماتشات صعبه، فاحنا كنا مركزين قوي يعني. الصيد اول ماتش؟ يعني فكان اول ماتش الصيد، وبعد كده لعبنا الجزيره تاني ماتش، وبعد كده اخر ماتش بقى كانوا اصحاب الارض بقى، كانوا الاسماعيليه. الاسماعيليه. ده اول دور. ده اول يعتبر اول 3 ماتشات. بعد كده كسبناهم الثلاثه. الحمد لله كسبناهم يعني. كان اصعب حاجه فيهم مثلا ممكن الجزيره. طبعا كان حاجه يعني اصعب حاجه فيهم. كان ماتش صعب. يعني بس. وبعد كده رجعنا بقى ولعبنا بقى ايه، انا بعد كده مش فاكر والله لعبنا. طب خلينا اروح ادهم، انت فاكر ادهم المباريات؟ بعد ما خلصنا الاسماعيليه 3 مباريات لعبنا ايه؟ بدأنا بالزمالك. كان اول كان فين بقى المكان؟ وبعديها قد ايه يعني؟ بعد 3 ماتشات دول بقى قد ايه؟ اسبوع مثلا؟ اسبوع تقريبا. تقريبا اسبوع، ما خدناش راحه كبيره. بعديها لعبنا ضد الزمالك في نادي هليوبلس، كان ماتش برده مش سهل طبعا عشان الزمالك وكده. وبعد كده كان عندنا ماتش بعديه بقى، اللي هو ماتش يعتبر ماتش البطوله، اللي هو كان هليوبلس في هليوبلس برده. يعني انتوا لعبتوا الزمالك في حمام سباحه هليوبلس صح؟ مظبوط. ولعبتوا تاني يوم ولا بعديه بشويه؟ يعني انتوا في الاول لعبتوا 3 مباريات ورا بعض. مظبوط. وجيتوا لعبتوا الزمالك ريحتوا شويه، ولا لعبتوا تاني يوم على طول ورا هليوبلس؟ لا الزمالك كان تقريبا تاني يوم تقريبا. كانت اجازه يوم حاجه زي كده يعني. هو البطوله كانت كلها ورا بعض. ورا بعض. طب ماتش هليوبلس انتوا لعبتوه في حمام ساحه هليوبلس؟ مظبوط. طب ليه كده؟ مش المفروض يكون على ارض محايده ولا؟ احنا بصراحه هو ملعب هليوبلس دايما بنطالب نلعب فيه، بيبقى الاجواء فيه احسن يعني. يعني انتوا يعني النادي الاهلي ما عندوش اعتراض؟ لا يعني بالعكس، احنا اللي بنبقى طالبين احنا نلعب هناك. بالظبط يعني هليوبلس. طب ما دي برضو على فكره حاجه تدل ان انتم ما بتفرش يعني، فيش معاكم جمهور، فيش معاكم حاجه. لا خالص، احنا البطولات الناشئين الحمد لله اللي اخذناها الفتره اللي فاتت كان كلها بناخدها في هليوبلس يعني. في ملعب هليوبلس من هليوبلس. طب افرض بقى هليوبلس قال لك لا مش عايز العبك على ملعبي. لا بس يعني هو كابتن وليد كمان هو اللي كان يعني مصر، هو اللي كان عايز يعني. بس ما طبعا هو عنده خبرات وشايف بالظبط. يعني فوشه حلو علينا بقى يعني الملعب ده. لا وبعد كده هليوبلس يقول لك لا ملعبي ما تلعبيش على ملعبي.
طيب كسبنا الماتش هليوبلس ده كان البطوله، فاكر النتائج كام؟ يعني فاكر ماتش هليوبلس ده تعادلناه 9-9. ده الماتش تمام. وبعد كده رحنا على ايه بقى؟ لعبنا الشمس، كان عندنا الشمس، وبعد كده كان عندنا تقريبا كان عندنا اخر حاجه بقى الجزيره. الجزيره لعبنا الجزيره تاني بقى. طب هو يعني عشان كان في بقى فرق نقط وكده، فالموضوع كان ايه يعني معقد شويه، بس في الاخر يعني بقت فرق نقط، فرق جوان بقى، جوان يعني كله اتعادل في النقاط. كنا احنا وهليوبلس والجزيره، كنا احنا وهليوبلس بس. فيعني يعني لحد اخر ماتشنا لحد اخر يوم ما حدش فينا كان عارف بقى مين، يعني ما حدش من الفرق عارف مين هيكسب غير اخر يوم بقى. احنا اخر يوم كان عندنا مين؟ الشمس ولا كان الجزيره؟ كان عندنا اخر يوم الجزيره. طب ده احنا كان مشكلتنا اصعب، فاحنا يعني بقى احنا اخر ماتش مع فرقه اقوى. هم اكيد ماتشهم اخر ماتش مع فرقه مع الزمالك اظن حاجه زي كده. طب هم كسبوا الجزيره كام؟ هما كانوا كسبوا الجزيره فرق كانوا كسبوا الجزيره فرق جون. طب ما دي برضو حاجه كويسه. لا اقول لك انه لا كسبوها فرق، مش فرق جون، لا مش فرق جون، كانوا كسبوها فرق فرق 9 بين حاجه زي كده، او فرق 10 حاجه زي كده. ده كان الماتش برضو قبلها بثلاث ايام، قبل يعني اخر. طب انتوا عملتوا مع الجزيره اخر ماتش؟ فاحنا بقى كنا ايه عاملين حسابنا بقى ان احنا ننزل برضو ايه يعني نكسب بالظبط بقى، نحاول بقى ان احنا وحصل يعني احنا لما شفنا بقى الماتش اللي قابلنا كان الهليوبلس والزمالك برضو كسبوا فرق، فاحنا بقى ايه مش عارفين طب احنا كان نكسب فرق كام، 10 ولا قلنا نعمل اللي علينا ونخلص بالظبط. فاحنا قبل الماتش ما يعني هما كسبوا ماتش الزمالك ده فرق مثلا بتاع 15 12 كتير جدا، فكتير جدا طبعا. واخر ماتش خلاص فطبعا ايه اخر ماتش بقى خلاص يعني لو ما كسبناش خلاص هما اللي هيكسبوا. فنزلنا اخر ماتش الصراحه يعني وكلنا كنا واثقين ان احنا هنحط فرق كبير قوي يعني. حطيتوا فرق قد ايه؟ 16 لا 18 يا خبر ابيض. بالرغم ان انتوا ماتش الجزيره في التصفيات كان ماتش صعب. كان ماتش يعني خلص برضو مش فرق كبير يعني بين فرق بين حاجه مش 18 يعني كده كده. وهتلاقي اللعيبه ماتت في الماتش ده، لان انت بتتحدى، انت مش عايز تكسب بس، انت عايز تكسب بسكور. بالظبط. فاحنا كنا عايزين كل شويه نحط جوان، فالموضوع برده كان ايه. خلي بالك برده المدافعين، انت مدافع. ايوه المدافعين ماتوا في الماتش ده. انت عايز تاخد وتطلع طبعا في البطوله كلها. طبعا الدفاع طبعا كنت لازم، المسؤوليه طبعا بتبقى بتعود عليا في الدفاع. فطبعا كان في اجهاد كبير في اخر ماتش ده بالذات، كان خلاص بقى اخر ماتش، وكمان كنا بقى محتاجين نعلي في السكور اكتر، فما كانش في وقت ان حد يريح او اي حاجه. 12 لاعب بتسجل ولا كام في السكور؟ لا 15 13 لاعب وجونين. جونين. طب المدافعين بيبقى عددهم قد ايه؟ على حسب الفرقه طبعا. بس هي بتبقى يعني مش اقل من 2 طبعا. وبتبقى في العادي 2 3. يعني في ماتش كنتوا كام؟ كنتوا 3؟ كنتوا 3 ولا 2؟ فاكر الماتش؟ 2. 2. وطبعا في لعيبه ثانيه بتشارك، ان هي لو حد بيقدر يلعب مدافع طبعا، بس هي بتبقى الاساسي 2. 2. طيب المدافعين دول انتوا بتتهرسوا؟ انتوا بقى ضرب في المهاجمين ويغطسوكم وتغطسوهم. أيوة وزق، انتوا لكم في عونك طبعا. هي بتبقى اجهاد شويه، بس طبعا يعني الحمد لله يعني ربنا كرمنا يعني في واخد على المجهود ده انت. طبعا انا يعني بدات اقف في المركز ده بقى لي مثلا تقريبا داخل على 4 أو 5 سنين، فخلاص الحمد لله اني اتعودت يعني الحمد لله. طيب انت من وجهه نظرك ماتش هليوبلس اتعادلنا فيه هو الاصعب، ولا ماتش الجزيره الاخراني اللي كنا عايزين نحط فيه سكور اكتر هو الاصعب؟ لا طبعا الصراحه ماتش هليوبلس كان اصعب بكتير. كان هو اللي عليه يعني الضغط اكتر بكتير. ماتش الجزيره كنا طبعا مش ماتش سهل، بس احنا كنا في الاخر عارفين ان احنا ان شاء الله هنكسب، بس هي كانت الصعوبه كلها في السكور اللي هنوصل له يعني. ما برضو ده تحدي. ده طبعا تحدي، بس انا كان بالنسبه لي ماتش هليوبلس كان يعني اصعب. انت شايف نفس الكلام؟ لا ماتش يعني هليوبلس طبعا اصعب يعني بالنسبه لنا احنا في المرحله دي يعني. لا اصعب طب بكتير. الماتش كان ماشي ازاي؟ ايكوال هنا ولا كان هم لا لا الماتش كان لا كان ماشي ايكوال يعني. ما حدش كان عارف مين هيكسب لحد اخر كام دقيقه، دقيقتين بين حاجه زي كده. فالماتش لا الصراحه كان ماشي ايكوال وكان سخن جدا يعني. بس برضو ماتش الجزيره وماتش الشمس يعني هم الثلاثه دول الصراحه كانوا ايه يعتبر هم جميل البطوله نفسها يعني. كانت لاخر صفاره يعني. يعني المكسب حلو ليه؟ لانه انت مش كسبت هليوبلس فخدت بالظبط. يعني احنا لو كنا كسبنا هليوبلس الموضوع كان هيبقى باين بقى خلاص. اللي هو احنا لا يعني بس ما تخسرش لله. يعني تكسب ان شاء الله فرق جون بس ما تخسرش من اي فرقه ثانيه الحمد لله. ايه يعني جت كده يعني اتعادلنا، فكان عندنا بقى سكه ثانيه بقى اللي هو احنا ايه نكسب بقى كل الماتشات اللي جايه بقى ايه بسكور بقى مالناش دعوه بقى باي حد بقى ثاني بقى هيكسب فرق كام. فعشان كده نزلنا بقى يعني ماتش الشمس على طول بقى من تاني مره على طول بقى تاني ماتش. ماتش الشمس برده كسبناه فرق كبير قوي يعني مش فاكر. لا فرق باين كان 6 باين او 5. هو الووتر فول لما بيبقى فرق 5-6 ده بيبقى كتير، ما بالك بقى انتوا ما شاء الله الجزيره يعني فرق كويس. فاحنا بقى يعني كويس. لا الجزيره فريق محترم جدا طبعا يعني.
وفي ناس كويسه والكابتن بتاعهم طبعا يعني. فاحنا طبعا كنا نازلين بس خلاص بقى يعني عايزين نكسب، ما فيش غير الماتش ده، فاحنا مش هنضيع كل التعب اللي فات ده. ف صحيح. بس فقلنا خلاص فرق 30 جول يعني زي ما تيجي بقى. بس لان خلاص انت عديت، ما هو ده صح. انت خلاص عديت، فخلاص هو ده التحدي. يعني هو ناقص خلاص الماتش ده بالظبط. عشان لو كنا طب انت فاكر الفرق في الاهداف كان لصالحنا بقد ايه ولا مش فاكر؟ هو احنا كنا تقريبا المفروض نكسب فرق 11، احنا كنا كسبنا فرق 18 يعني مريح كمان. يعني احنا قبل الماتش، قبل الماتش بتاعنا يبدا، كنا احنا معدين اليوبلس بسبعة اجوان حاجه زي كده. كويس حلو. ده قبل الماتش بتاعنا ما يبدا، فهم خلصوا ماتشهم الاول فهم عدونا لو ماتش الزمالك. فبقى الفرق قليل. فهم بقى هم عدونا بقى، فاحنا ايه يعني كده لازم بقى نعديهم بقى فرق كمان. بس اقول لك على حاجه ادهم، اقول لك يا محمد على حاجه، القرعه خدمتكم ان انتوا لعبتوا هليوبلس بدري. عارف لو كنا تعادلنا، لو كنا رايحين على هليوبلس الماتش الاخراني كان هيبقى عصبي اكتر من اللي احنا لعبناه. طبعا بالظبط. فهو يعني لو كان الماتش فاينل يعني القرعه خدمتنا، احنا بنقول يعني لينا واللي علينا في القرعه. الحمد لله خدمتنا، والكل مجتهد نصيبه. الموضوع ما جاش كده بالظبط. هم تعبوا جدا الصراحه. خلي بالك انت رايح بتلعبهم كمان في ملعبهم. يعني انت طب بس برضو الموضوع ده انا برضو مستغربه شويه، عايز اقف عليه شويه. يعني انا راح بطلب هليوبلس العبها في ملعبها، طيب هو انت بتقول الاجواء بتبقى احسن والدنيا بتبقى يعني، طب هو ليش ما انا ملعب هليوبلس؟ طب ليه ما قلتوش ملعب الجزيره مثلا؟ عشان يبقى في ملعبهم اكتر يعني، هو عشان في الاخر نبقى طبعا. هو كل ده بيعود لكابتن وليد عزت. طبعا اختياره طبعا مش ليكوا. بس انا بسال يعني، بس هو يعني من اللي احنا بنفهمه ان هو عشان في الاخر نبقى بناخد البطوله ان شاء الله يعني على ارضهم احسن. ده تحدي صعب قوي. يعني عشان احنا عملنا كده ثلاث سنين قبل كده في كابتن وليد كابتن وليد الصراحه قلبه جامد قوي. طب انا بص هلاعبكم عندكم. لا ما تجيش عندنا. لا نلعب عندك. واحنا عملنا كده في 2004 باين وواحد واثنين يعني، احنا كسبنا. هو في الارض كذا مره. دي بتبقى المفروض في ارض محايده بتبقى عاده. أيوة الجزيره. بس هو بقى احنا بنطلب نلعب عندهم يعني. طب هتكلم عن ان انتوا خلاص خلصنا البطوله، كسبنا، اتبسطنا، فرحنا. طيب احنا دلوقتي مع الدرجه الاولى بنتمرن ولا مع فرقنا برضو؟ لا دلوقتي احنا خلاص يعني مع الدرجه الاولى بقى اللي هو 2001 بقى او 2002 فيما فوق، اللي هو بقى 2001 و2 موجودين عادي مع و2000. دول مع الدرجه الاولى خلاص بدانا ايه نخش معاهم. وفي بقى البطوله بقى 2003 2003 دي جايه. دي بقى جايه خلاص دي. يوم 5/1. انت مش هتلعبها ادهم، لا انت ولا محمد. انتوا محمد 2001 وادهم 2002 مظبوط. ف 2003 اللي اظهر منكم بقى هيلعبوها. طيب اللي بيتمرن مع الدرجه الاولى بيتمرن مع الدرجه الاولى. طب اللي مش مع الدرجه الاولى بيتمرن مع فرقته. صح بالظبط كده. يعني هو اللي مش مع الدرجه الاولى بقى بينزل بقى مع 2003 بقى، اللي هو بقيت بقى اصلا تمام. ايه بقيت بقى الفريق اللي هو بتاع 2000 بقى اللي احنا كسبنا بيه يعني. طيب اللي جاي ايه بقى للدرجه الاولى؟ المفروض الدوري صح ولا انا غلطان؟ احنا كسبنا الكاس. الدوري في شهر 2 ان شاء الله. حط الجدول بتاعه ولا لسه؟ لا لسه طبعا، بس اللي نعرفه ان هو ان شاء الله هيبقى في شهر 2. يعني لسه لغايه دلوقتي ما تحطش. لا لسه جدول مش بيتحط دلوقتي، بيتحط قبل الدوري بحاجه بسيطه كده تقريبا شهر او حاجه عشان فرقه تبقى عارفه هتعمل ايه. بس يبقوا قايلين ان هو هيبقى تقريبا في شهر 2 او نص شهر 2. طب شايف حظوظنا ايه يعني ان شاء الله؟ لا صراحه باللي احنا عملناه كمان في الكاس كنا قدمنا اداء حلو قوي قدام الفرق كلها في السيمي فاينل بالذات والفاينل. عملنا سكور جامد قوي على الجزيره وهليوبلس. فلا الصراحه يعني متفائلين ان شاء الله جدا يعني. وانت نفس الكلام يا محمد. يعني ان شاء الله احنا كسبنا الحمد لله. اول حاجه كانت الكاس مع عمومي، ف وبعد كده كسبنا 2000 ولسه 2003 ان شاء الله يعني هم اقرب ان هم يكسبوها يعني. وممكن 2004 مش عارف تتلعب قبل الدوري ولا بعديه. فيعني دي كلها يعني مؤشرات كويسه جدا يعني ان شاء الله. بس ان شاء الله يعني السنه دي. محمد انا بشكرك شكرا جزيلا بامانه، وسعيد جدا جدا بمكسبكم ده. استحقوا يعني مجهود مبذول ودعم كبير جدا. محمد حامد طبعا كابتن الفريق واحد نجوم الفريق، بشكرك نورتنا شكرا. الف شكرا. ادهم صقر نجم الفريق ومدافع الصلب والصخره القويه للنادي الاهلي، بشكرك نورتنا شرفتنا. شكرا دكتور حضرتك.